السلام عليكم. اليوم راح نتكلم عن النتندو سويتش نفسها، بس انا بقول لكم شيء عن النتندو سويتش الكل يعرفه. مثلا اذا طاحت منك وايد حساسة، جنب الوي الظهر حساس الجهاز، فلقيت له كفر مناسب في ربل، بس في عيوب راح نتكلم عنها بعدين. هذا معي الكيس مال الربل حق النتندو سويتش، راح نبطله وياكم. طبعاً مكيس مغلف بشكل حلو، طبعاً كفر حق النتندو سويتش مريح وايد صراحة، وفيه قضبتين من وراء عشان تمسك الجهاز مسكة مريحة وياك. حلوين. الحين راح نوريكم طريقة التركيب على النتندو سويتش. طبعاً راح أوريكم طريقة التركيب مع الجهاز، لأن له طريقة خاصة فيه، وإذا ركبتها غلط ممكن تخرب الدقم. فركزوا وياي، شوفوني التعليمات، راح تشوف التعليمات شلون تركيبها. حلوين، راح يعلمكم خطوة خطوة. الحين نشيل الحماية اللي قدام، وعلى حسب التعليمات لازم تدزه شوي لفوق كذي، تركبه من فوق أول شيء، بعدين تركب من تحت. والشغلة اللي عجبتني بالربل هذا، تقدر أنت تختار اللون اللي تبي وتركبه. حلوين، يعني مثلا هذا مني والثاني مني، لكن هي بس عشان نركبها. حلوين، شفت شلون طريقة التركيب؟ ولا بغى تشيلهم لازم تشيل الجهاز، بس فتشة الجهاز تكون من تحت عشان لا تخرب الدقم. ما قلت لكم لا بغى تشيل الدقم اللي ورا، لو تلاحظون معاي هني في كليبسين تضغط عليهم وتدز راح يتبطل وياك. حلوين، نفس الشيء تركبه بس تدز بس عادي. الحين راح نتكلم عن العيوب ملوت الكفر ربلة هذه. راح نوقف وياكم الفيديو ونكمل معاكم العيوب مال الكفر. هو عاجبني ما في شيء عجيب حق طلعات، بس حق بيت ما ينفع، بالنسبة لي أنا ما ينفع. يمكن انتم بالنسبه لكم يعجبكم. راح اوريكم شنو العيب اللي بالجهاز. الحين مثل ما قلت لكم راح اقول لكم العيب اللي كان بالربله حق النتندو سويتش لما تركبها على الدوك نفسه، اني بالجهاز اوريكم ليش. اول ما تركبها على، لا لا لا، هذا الكفر اللي كان على النتندو سويتش، اني بالجهاز وياكم ونوريكم شنو العيب. طبعا ريفيوات وايد قالوا عنها ان ممتازه لما تركبها على دوك نفسه وتحطها وتشحن، بس فيها عيب. شفتوا وياي؟ الربلة مخصصة انك تركبها على الدوك وتشحن، مسوي مسافة هني عشان تنزلها تحت. بس للأسف انا جربتها وايد تهاوى شوية الدوك لما تركبها. خلينا اوريكم، شوفوا وياي لما تيجي تركبها، شوف ما نزلت كلش. وحتى لو عرضت وياها ونزلتها مو زين حق الجهاز، الجهاز راح يضغط على الشاشة، فراح يضغط على الشاشة ويخرب لك ممكن الألوان ملوت الشاشة. فلا تستعملونها حق الدوك، إذا قاعد تركبونها على الدوك بس شيل الكفر وحطها على الدوك نفسه ووصلها على التلفزيون وانت اللي مرتاح. فهمتوا علي العيب هذا؟ طبعا هذا كان شرحي للكفر هذا. أنا عاجبني وايد لأن مسكته من ورا يا وايد مريحة يا أخي، جربها وراح تستانس يا أخي مع اللعب إذا كنت طالع ولا شيء، وحماية إذا طاح، ومهني ترى في مسافة بعيدة شوية عشان إذا طاح على وجهه يحمي لك الجهاز، بس طبعا أنت حط له الكفر البلاستيك من قدام أحسن لك. فهذا طبعا تقييمي للربلة نتندو سويتش، وإن شاء الله يكون عاجبكم. لا تنسون تسوي لي سبسكرايب ولايك حق الفيديو، وإن شاء الله استفدتوا من فيديوهاتي. مع السلامة.